طيب هذه اخبار شو طبعا صدر البيان من وزاره الرياضه يعني راح نقرا القرارات لانه يعني المقدمه معروفه انها مباراه النصر والشباب. اولا منع الرئيس التنفيذي فقد اصدرت الوزاره القرارات التاليه: اولا منع الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان من مزاوله النشاط حتى نهايه الموسم الرياضي الحالي. ثانيا منع مدير المركز الاعلامي بنادي الشباب احمد المسعود من مزاوله النشاط حتى نهايه الموسم الرياضي الحالي. ثالثا فيما يخص الحضور الجماهيري وما تم تداوله في تلك المباراه فقد تم اجراء التحقيقات اللازمه من قبل وزاره الرياضه، ونظرا لضروره التحقق من بعض الجوانب المرتبطه بهذه الحادثه فقد تم احاله الموضوع للجهات الامنيه المختصه لاستكمال ما يلزم بحكم الاختصاص. ووزارة الرياضة تؤكد في هذا الإطار ضرورة التزام منسوبي القطاع الرياضي بقيم ومبادئ المنافسة الشريفة لعكس الروح الرياضية التي عرفت عن أنديتنا ولاعبيها ومسؤوليها. أبو فيصل،